بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع محاضرة اليوم في مادة التنمية والتخطيط الاقتصادي عن الفكر التنموي الجديد، المقومات والأسس. قبل تناول عناصر هذا الموضوع نشير في البداية إلى مقدمة تبين لنا السبب وراء ظهور هذا الفكر التنموي الجديد، والذي يتمثل في إخفاق الفكر التنموي التقليدي الذي ساد خلال القرن العشرين، وخاصة في عقدي الخمسينات والستينات من هذا القرن الماضي. أخفق هذا الفكر التنموي التقليدي في تحقيق تنمية اقتصادية ملموسة في الدول المتخلفة، وبناء على هذا الإخفاق أو الفشل ظهر الفكر التنموي الجديد، الذي توصل إلى أن التخلف يرجع إلى التبعية للعالم الخارجي. لكن ما هو المقصود بالتبعية للعالم الخارجي؟ يقصد بالتبعية للعالم الخارجي أن تكون هناك مجموعة من الدول محكومة بالنمو والتوسع أو الانكماش الذي يحدث في دول أخرى. ومن ثم توصل هذا الفكر التنموي الجديد إلى أنه من الضروري التخلص من حالة التبعية التي تأخذ صور اقتصادية واجتماعية وسياسية لتحقيق عملية التنمية. بعد إبراز السبب وراء ظهور الفكر التنموي الجديد، ننتقل إلى عرض المقومات لهذا الفكر التنموي الجديد، ويتلوها بيان أسس هذا الفكر التنموي الجديد. فيما يتعلق بمقومات الفكر التنموي الجديد، نجد أن هناك عدة مقومات تتمثل في الاعتماد على النفس، وأيضا التوجه الأساسي نحو الداخل للوفاء بالاحتياجات الأساسية، ثم اتباع أو تطبيق أنماط استثمار وإنتاج تسمح بالتوزيع العادل لثمار التنمية، وأيضا التكنولوجيا الملائمة والمشاركة الشعبية والاعتماد الجماعي على النفس. بهذا المعنى هناك ست مقومات أساسية لهذا الفكر التنموي الجديد التي سبقت الإشارة إليها، وفيما يلي سوف يتم إعطاء لمحة موجزة ومركزة عن مضمون ومحتوى كل مقوم من هذه المقومات الستة. ولو بدأنا بالمقوم الأول وهو الاعتماد على النفس، فسوف نوضح أن المقصود بالاعتماد على النفس هو أن تستند عملية التنمية التي تتم في دولة معينة إلى مقومات داخل المجتمع نفسه، وأن تكون العوامل الخارجية أو المقومات الخارجية لها دور مساعد أو ثانوي. هذا المعنى الذي يعكس الاعتماد على النفس قد أكدته العديد من تجارب التنمية الحقيقية التي حدثت في كافة دول العالم على اختلاف نظمه الاقتصادية، سواء العالم الرأسمالي أو العالم الاشتراكي أو العالم النامي. مع ضرورة الإشارة إلى أنه مفهوم الاعتماد على النفس يختلف عن مفهوم الاكتفاء الذاتي، ونعني بالاكتفاء الذاتي أن ينتج البلد كل ما يلزمه ولا يستهلك إلا ما ينتجه فقط، وهذا أمر مستحيل عمليا. بمعنى أنه مفهوم الاكتفاء الذاتي هو مفهوم ضيق، بينما مفهوم الاعتماد على النفس مفهوم أوسع ويختلف عن مفهوم الاكتفاء الذاتي. بعد بيان المعنى المقصود بالاعتماد على النفس، وهو مرة أخرى أن تركز عملية التنمية على المقومات الداخلية، وأن يكون دور المقومات الخارجية دور ثانوي أو مساعد وليس بديل للمقومات الداخلية. هذا الاعتماد على النفس له عناصر بيتم التعبير عنها،
ويأخذ هذا التعبير عدة صور، من أبرزها أن يكون هناك تكافؤ في المبادلات الدولية بين الدولة التي تعتمد على نفسها وغيرها من الدول الأخرى، أيضا أن تسعى تلك الدولة التي تتوجه نحو الاعتماد على النفس إلى تعدد وتنوع علاقتها الاقتصادية الخارجية، وعدم اقتصارها على مجموعة معينة من الدول، وخاصة الدول الرأسمالية الصناعية المتقدمة، حتى تستطيع أن تتخلص من حالة التبعية لهذه المجموعة من الدول. أيضا من بين عناصر الاعتماد على النفس أن يكون هدف التصدير هو مواجهة الاحتياجات من الواردات التي تتطلبها عملية التنمية. العنصر الرابع والأخير والذي لا يقل أهمية، أن تتناقص أهمية التمويل الخارجي لعملية التنمية عبر الزمن، بمعنى أن لا يكون هناك اعتماد متزايد على التمويل الخارجي، بينما يكون الاعتماد بصورة متدرجة وبطريقة أفضل نحو الاعتماد على التمويل المحلي لعملية التنمية. بعد إبراز مفهوم الاعتماد على النفس وأنه كمفهوم يختلف عن مفهوم الاكتفاء الذاتي، وبعد بيان عناصر الاعتماد على النفس، ننتقل إلى بيان المتطلبات الأساسية للاعتماد على النفس. لكي تستطيع دولة معينة أن تحقق الاعتماد على النفس، لابد من العمل على توافر المتطلبات الآتية. ما هي هذه المتطلبات؟ أول متطلب من بينها أن يتم تعبئة كافة الموارد الاقتصادية بأشكالها المختلفة، سواء الموارد الاقتصادية المحلية والبشرية والطبيعية والمالية. ليس هذا وفقط، وإنما أيضا يتم تعبئة كل هذه الموارد الاقتصادية، سواء الحالية أي المتاحة أو القائمة حاليا في المجتمع، أو الموارد المحتملة التي يمكن أن تتطور في المستقبل، واستخدام هذه الموارد الاقتصادية أفضل استخدام ممكن. الأمر يحتاج إلى قدر من التفصيل لبيان عناصر هذه الموارد الاقتصادية، ويأتي في مقدمة هذه الموارد الموارد البشرية، والتي تعني أن يتم استخدام التكنولوجيا الملائمة لتشغيل كافة الموارد البشرية المتاحة في المجتمع، وشرط أن يكون هذا التشغيل منتج، وذلك باعتبار أن الإنسان هو صانع التنمية وهدفها في نفس الوقت، بمعنى أن الإنسان هو أداة رئيسية لتحقيق عملية التنمية. ليس هذا وفقط، بل إنه هو يكون الهدف النهائي من تحقيق تلك التنمية. الصورة الأخرى من صور الموارد الاقتصادية التي يلزم تعبئتها واستخدامها أفضل استخدام هي الموارد الطبيعية، والمقصود بها أن يتم الاعتماد على هذه الموارد الطبيعية، وأن تكون القاعدة الأساسية التي يعتمد عليها الإنتاج، بمعنى أن تعتمد أنشطة الإنتاج في كافة القطاعات على تلك الموارد الطبيعية المتاحة داخل الدولة. لكن هذا المعنى لا يعني ألا يقوم هناك نشاط إنتاجي يستخدم بعض الموارد المستوردة، لا، هذا المعنى يقصد به أن يكون الاعتماد على الموارد الطبيعية المحلية هي بمثابة القاعدة الأساسية الرئيسية التي يعتمد عليها الإنتاج، مع إمكانية أيضا استيراد بعض المواد لقيام بعض الأنشطة الإنتاجية. المعنى الآخر هو أن تكون هناك محافظة دائمة على تلك الموارد الطبيعية واستخدامها في تنشيط الإنتاج المحلي، وأن يقتصر تصدير تلك الموارد الطبيعية في حالة اللجوء إلى التصدير فقط لتمويل الاحتياجات من الواردات اللازمة لعملية التنمية، وذلك بهدف الوفاء بالاحتياجات الأساسية. الصورة الثالثة من صور الموارد الاقتصادية هي الموارد المالية، ويقصد بها بطبيعة الحال
تعبئة المدخرات المحلية وزيادة معدلات هذه المدخرات المحلية باعتبارها أنها هي الأساس التي يتم الاعتماد عليها في رفع معدلات الاستثمار ومن ثم تحقيق عملية التنمية. أيضا من بين المقومات الأساسية للفكر التنموي الجديد التوجه الأساسي نحو الداخل للوفاء بالاحتياجات الأساسية. يقصد بهذا المقوم أن تصاغ برامج الاستثمار وبرامج الإنتاج بهدف إنتاج سلع وخدمات لإشباع الحاجات الأساسية للأفراد. هذا التوجه سوف يؤدي بطبيعة الحال إلى توسيع السوق المحلية اللازمة لتصريف هذه المنتجات. هذا التوسيع للسوق المحلية بيدعم مبدأ الاعتماد على النفس والسابق الإشارة إليه في المقوم السابق من مقومات الفكر التنموي الجديد، وإنه هذا التوسيع للسوق المحلية بيدعم عملية النمو الذاتي للطاقات الإنتاجية، لأنه هذه الطاقات الإنتاجية وما يترتب عليها من إنتاج سوف يتم توجيهه إلى إشباع تلك الاحتياجات الأساسية، ومن ثم ضمان توافر السوق المحلية لتصريف هذه المنتجات. بعد ما وضحنا المقصود بهذا التوجه، ما هي الاحتياجات الأساسية؟ هذه الاحتياجات الأساسية عبارة عن مجموعة السلع والخدمات اللازمة لأفراد المجتمع، وهي تشمل بطبيعة الحال الغذاء، الملبس، المسكن، مجموعة الخدمات الأساسية مثل مياه الشرب النقية والصرف الصحي ووسائل النقل، إضافة إلى خدمات التنمية الاجتماعية الصحية والتعليمية، وأيضا الاحتياجات الأساسية غير المادية مثل الاحتياجات الثقافية والإعلامية. بعد ما وضحنا المقصود بالتوجه نحو الوفاء بالاحتياجات الأساسية وما تتضمنه هذه الاحتياجات الأساسية، لا يفوتنا أن نشير إلى اختلاف مفهوم الاحتياجات الأساسية عن مفهوم احتياجات الكفاف. ونلاحظ هنا أن هذا الاختلاف ما بين مفهوم الاحتياجات الأساسية ومفهوم احتياجات الكفاف يختلف أو يتطابق أيضا مع الاختلاف الذي سبق الإشارة إليه، وهو ذلك الاختلاف ما بين الاعتماد على النفس ومفهوم الاكتفاء الذاتي، والذي سبق أن أوضحناه سابقا. هنا نشير إلى أنه مفهوم الاحتياجات الأساسية بدوره يختلف عن مفهوم الاحتياجات الكفاف. مفهوم احتياجات الكفاف بيقتصر فقط وفقا للمسمى على توفير القدر الأدنى من السلع والخدمات اللازمة للمحافظة على حياة الإنسان فقط، بينما مفهوم الاحتياجات الأساسية هو مفهوم ديناميكي يتطور مع تطور المجتمع. بمعنى إيه مفهوم الاحتياجات الأساسية مفهوم ديناميكي؟ بمعنى إنه هذا المفهوم من حيث محتوى السلع والخدمات هو ليس مفهوم استاتيكي ثابت، وإنما هو مفهوم يتجدد ويتنوع ويزداد مع تقدم المجتمع. المقوم الثالث من مقومات الفكر التنموي الجديد إضافة إلى المقومين السابقين هو أن يتم اتباع أو تطبيق أنماط استثمار وإنتاج تسمح بالتوزيع العادل لثمار التنمية. بطبيعة الحال سوف نوضح المقصود بهذا النمط من أنماط الاستثمار والإنتاج، ثم يتلو ذلك النتائج التي تترتب على تطبيق هذا النمط من أنماط الاستثمار والإنتاج، وخاصة تأثيره على التوزيع العادل لثمار التنمية اللي هو بيعبر عنه بالتوزيع العادل للدخل. إذا ما بدأنا بالمقصود بأنماط الاستثمار والإنتاج، المقصود بها أن يتجه الاستثمار
في الاقتصاد القومي وأيضا الإنتاج داخل هذا الاقتصاد، أن يكون توجهه الأساسي هو تلبية الاحتياجات الأساسية المحلية. هذا التوجه معناه أن تقوم الدولة بالاهتمام بقطاع الزراعة، لأن هذا القطاع هو الذي يوفر الغذاء المناسب، باعتبار هذا الغذاء المناسب حاجة من ضمن الاحتياجات الأساسية التي سبق الإشارة إليها في المقاوم السابق، وأيضا أن يتجه الإنتاج إلى الاهتمام بالصناعات لتوفير المسكن والملبس المناسبين للأفراد، لأن الوفاء بتلك الاحتياجات كما سبقت الإشارة سوف يؤدي إلى توسيع نطاق السوق الداخلي، ومن ثم خلق طلب داخلي. هذا الطلب الداخلي لابد أن يكون مدعوما بقوة شرائية، هذه القوة الشرائية تستمد من مبدأ الاعتماد على النفس، وهذا الأمر سوف يؤدي في النهاية إلى توسيع السوق الداخلي أمام إنتاج السلع الاستهلاكية الأساسية. النقطة الثانية أيضا أنه هذا النمط الجديد للاستثمار والإنتاج سوف يؤدي إلى إعادة توزيع الدخول لصالح الفئات منخفضة الدخل. ما هي الآلية التي يمكن من خلالها لهذا النمط الجديد من الاستثمار والإنتاج أن يؤدي إلى إعادة التوزيع في الدخول لصالح تلك الفئات منخفضة الدخل؟ يتمثل ذلك في خلق فرص كافية للتوظف، مع أهمية اتساع وانتشار هذه الفرص في كل قطاعات الاقتصاد القومي زي قطاع الزراعة، قطاع الصناعة، قطاع الخدمات إلى آخره، وأيضا أن تنتشر هذه الفرص الكافية من التوظف في كل أقاليم ومناطق الاقتصاد القومي، وليس فقط التركيز على قطاع معين دون غيره من القطاعات، أو على إقليم محدد دون بقية أقاليم الدولة. النقطة الثالثة في هذا المقوم أيضا أن زيادة الدخل المترتبة على زيادة فرص التوظف وأيضا إعادة توزيع الدخل، كلا الأمرين سواء الزيادة في الدخل الناتجة عن زيادة فرص التوظف أو إعادة توزيع الدخل، سوف يؤديان إلى زيادة وتنوع إنتاج السلع والخدمات. وده أمر مهم جدا، إنه إعادة توزيع الدخل لابد أن تقترن بالزيادة والتنوع في إنتاج السلع والخدمات، لأنه إذا لم تقترن الإعادة في توزيع الدخل بزيادة وتنوع إنتاج السلع والخدمات، سوف تؤدي عملية التوزيع تلك إلى ارتفاع المستوى العام للأسعار نتيجة زيادة الطلب وعدم زيادة العرض متمثل في إنتاج السلع والخدمات. أيضا سوف يؤدي ذلك إلى زيادة العبء على ميزان المدفوعات، لأنه إعادة توزيع الدخول وما يترتب عليه من زيادة في الطلب إذا لم يقابله زيادة في إنتاج السلع، فسوف يؤدي ذلك بطبيعة الحال إلى زيادة الواردات من الخارج لتلبية هذه زيادة في الطلب المحلي، مما يؤدي بطبيعة الحال إلى العجز في الميزان التجاري ومن ثم ميزان المدفوعات. أيضا توجيه أنماط الاستثمار والإنتاج نحو السوق الداخلية بيؤدي إلى أن يكون هدف التصدير هو مرتبط بالحاجة إلى تمويل الواردات. هذه الحاجة إلى تمويل الواردات سوف تتناقص عبر الزمن نتيجة الاعتماد على النفس، لأن احنا قلنا إنه الاعتماد على النفس يقصد به أو من بين عناصره أن تتناقص أهمية التمويل الخارجي عبر الزمن، ومن ثم فإن توجيه أنماط الاستثمار والإنتاج نحو السوق الداخلية لا يعني عدم التوجه إلى التصدير، وإنما يعني أن يتم توجيه التصدير بهدف تلبية الاحتياجات من الواردات، وهي الحاجة التي سوف تقل نتيجة الاعتماد على النفس. والسبب الآخر أنه إنتاج السلع والخدمات
للوفاء بالاحتياجات الأساسية لا يتطلب إنتاج هذه النوعية من السلع والخدمات الموجهة للاحتياجات الأساسية، لا تتطلب مستلزمات إنتاج يتم استيرادها من الخارج. أخيرا، فإن التوجه نحو إنتاج سلع الاحتياجات الأساسية يتطلب تنمية الزراعة والصناعات الاستهلاكية الأساسية، لكن هذا لا يعني عدم التوجه أيضا إلى تنمية النوع الآخر من الصناعات، وهو صناعات مستلزمات ومعدات الإنتاج، وإنما تعني أيضا تنمية صناعات مستلزمات ومعدات الإنتاج حتى يمكن الوفاء بالاحتياجات الأساسية، وهو مفهوم ديناميكي كما سبقت الإشارة، ويتنوع ويتطور عبر الزمن. ومن ثم هذا المفهوم لا يعني إهمال تنمية صناعات مستلزمات ومعدات الإنتاج، وإنما يعني الاهتمام بها أيضا لكي يتمكن الاقتصاد القومي من إنتاج سلع الاحتياجات الأساسية بعد تطورها وتقدمها عبر الزمن، باعتبار أنه مفهوم ديناميكي وليس مفهوم استاتيكي. المقوم الرابع من مقومات الفكر التنموي الجديد هو ما يسمى بتكنولوجيا الملائمة. لكن ما هو المعنى المقصود بتلك التكنولوجيا الملائمة؟ يقصد بالتكنولوجيا الملائمة أن تقوم الدول النامية بتطبيق أساليب الإنتاج الأقل كثافة في رأس المال. هذا التعبير سبق الإشارة إليه عدة مرات، لكن لمزيد من التوضيح نستطيع أن نقرر أن هناك نوعين من أساليب الإنتاج: أسلوب الإنتاج كثيف رأس المال الذي يعتمد على عدد أكبر من وحدات رأس المال مقارنة بعدد الوحدات من العمل في إنتاج السلع والخدمات. هذا الأسلوب يسمى بأسلوب إنتاجي كثيف رأس المال. عكسه هو أسلوب الإنتاج كثيف العمل، والمقصود به أن يتم الاعتماد في إنتاج السلع والخدمات على ذلك الأسلوب من الإنتاج الذي يتطلب عدد أكبر من وحدات العمل مقارنة بوحدات رأس المال لإنتاج السلع والخدمات. فالتكنولوجيا الملائمة يقصد بها أن تعتمد الدول النامية على تطبيق أساليب الإنتاج الأقل كثافة في رأس المال، بمعنى أساليب الإنتاج التي تعتمد على عدد أكبر من وحدات العمال مقارنة بعدد الوحدات من رأس المال في إنتاج السلع والخدمات. لأنه في هذا النوع من أنواع أساليب الإنتاج اللي هو أقل كثافة في رأس المال لا يكون هناك توجه نحو التصدير إلى الخارج، وإنما يكون التوجه الأساسي هو إنتاج السلع والخدمات لتلبية الاحتياجات الأساسية. أيضا في ظل هذا الأسلوب من الإنتاج لا يكون هناك توجه نحو إحلال الواردات الاستهلاكية ذات الطبع الكمالي، لأن هذه الواردات الاستهلاكية الكمالية بتتطلب بطبيعة الحال تكنولوجيا جديدة مرتفعة الكثافة في رأس المال. إنما يكون التوجه في ظل هذا الأسلوب من أساليب الإنتاج هو التوجه نحو الداخل. هذا التوجه نحو الداخل بيتطلب خلطة تكنولوجية مناسبة. هذه الخلطة التكنولوجية المناسبة تشمل أساليب الإنتاج الأقل كثافة في رأس المال كما سبقت الإشارة والتأكيد عليه، وأيضا أن هذه الخلطة التكنولوجية بتختلف من دولة إلى أخرى على حسب مستوى والتطور ومعدل النمو الاقتصادي فيها. هذه الخلطة بتشمل أيضا التكنولوجيات التقليدية، التكنولوجيات المستوردة، وأيضا التكنولوجيات المبتكرة. المقوم الخامس هو المشاركة الشعبية. من خلال هذا العنوان يقصد به أن يكون هناك تعبئة وتجنيد لكافة الطاقات البشرية في مختلف القطاعات، وذلك من خلال خلق فرص للعمالة والاستثمار متزايدة، بحيث تستطيع هذه الفرص المتزايدة سواء من العمالة أو من الاستثمار تستطيع أن تشمل وتستوعب
كل هذه الطاقات البشرية المتاحة في المجتمع في كافة القطاعات. أيضا المشاركة الشعبية تعني توفير الأطر أو النظم المؤسسية المختلفة التي تضمن مشاركة القاعدة الشعبية في وضع خطة التنمية ومتابعة تنفيذها، وذلك في ظل النمط التخطيطي الجديد الذي يطلق عليه التخطيط بالمشاركة. هذا التخطيط بالمشاركة يتضمن مشاركة كافة الفئات والطبقات في إعداد الخطة، وأيضا المشاركة في متابعة التنفيذ، كل هذا في ظل اقتناع تلك القاعدة العريضة من الأفراد بأن ثمار التنمية وما يترتب عليها من نتائج وثمار مختلفة سوف يتم الاستفادة منها للجميع، باعتبار أن ذلك سوف يمثل حافز ومحرك لهؤلاء الأفراد على المشاركة الإيجابية في تحقيق عملية التنمية. المقاوم الأخير من مقومات الفكر التنموي الجديد هو تطوير للمقوم الخاص بالاعتماد على النفس. الاعتماد على النفس هو مفهوم تطبقه الدولة الواحدة. إذا ما استطاعت الدول النامية التعاون فيما بينها وتقوم كل منها بتطبيق استراتيجية الاعتماد على النفس، في هذه الحالة نكون بصدد فكرة الاعتماد الجماعي على النفس. يبقى إذا الاعتماد الجماعي على النفس يقصد به أن يكون هناك تعاون بين الدول النامية بحيث كل منها تقوم بتطبيق مبدأ الاعتماد على النفس داخل الدولة. هذا الاعتماد على النفس بطبيعة الحال الذي تطبقه كل دولة منفردة سوف يؤدي إلى إمكانية تطبيق الاعتماد الجماعي على النفس. في ظل الاعتماد على النفس بتزداد فرص التبادل ما بين الدول النامية، وأيضا بتزداد إمكانية الوفاء بالاحتياجات الأساسية داخل هذه الدول بسبب أو نتيجة لزيادة الطلب في كل دولة من هذه الدول على المنتجات التي تهم القاعدة الأساسية من السكان، وهذه المنتجات تتطلب أيضا مستلزمات إنتاج ووسائل تكنولوجية مبسطة وغير معقدة يمكن أن يتم تبادلها فيما بين الدول النامية بدلا من أن يتم استيرادها من الدول المتقدمة. يبقى إذا الاعتماد الجماعي على النفس بيساعد على زيادة فرص التبادل من حيث المنتجات النهائية وأيضا من حيث مستلزمات الإنتاج والوسائل التكنولوجية التي يمكن أن يتم تبادلها فيما بين هذه الدول النامية. هناك صورة أخرى من صور التعاون ما بين الدول النامية وبعضها البعض، والتي تمكنها من تطبيق مبدأ أو مقوم الاعتماد الجماعي على النفس. هذه الصورة تتمثل في مجال البحث العلمي والتكنولوجي، حيث تستطيع هذه الدول من خلال الاعتماد الجماعي على النفس أن تطور ما لديها من تقنيات تكنولوجية تقليدية، وأيضا تستطيع أن تقوم بتطويع ما يلزمها من تكنولوجيا مستوردة، بحيث تستطيع هذه الدول أن تحقق التوائم أو التناسب ما بين هذه التكنولوجيا المستوردة وبين الظروف السائدة في كل دولة من هذه الدول. كل ما سبق يمثل البند الأول من بنود الفكر التنموي الجديد، وهو المقومات التي يعتمد عليها هذا الفكر التنموي الجديد. إذا انتقلنا إلى البند ثانياً وهو أسس الفكر التنموي الجديد، نود أن نشير إلى أن ذلك الفكر التنموي الجديد والذي يعتمد على 6 مقومات أساسية لكي يتم تحويل وترجمة هذا الفكر التنموي
بتلك المقومات إلى واقع عملي، يعني لكي يتم تطبيقه في الدول التي تسعى إلى تحقيق عملية التنمية، فإن هذا أو تلك الترجمة تتطلب تطبيق نظام اقتصادي مختلط. تطبيق نظام اقتصادي مختلط، النظام الاقتصادي المختلط كما هو معلوم هو ذلك النظام الاقتصادي الذي يقوم بالجمع بين الاعتماد على آليات السوق وأيضا يقوم على تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي، وهو بطبيعة الحال نظام يختلف عن النظام الرأسمالي أو النظام الاشتراكي. مرة أخرى، تحويل هذا الفكر التنموي الجديد بمقوماته السابقة وترجمته وتطبيقه في الواقع العملي بالدول التي تسعى إلى تحقيق عملية التنمية يتطلب تطبيق نظام اقتصادي مختلط. هذا النظام الاقتصادي المختلط الذي يترجم الفكر التنموي الجديد إلى واقع ملموس هو بدوره يقوم على مجموعة من الأسس. تتمثل هذه الأسس في البند الأول هو إزالة المعوقات المؤسسية والاجتماعية، بمعنى مواجهة التحديات المرتبطة بالجوانب التنظيمية والمرتبطة بالجوانب الاجتماعية المتمثلة في العادات والتقاليد والسلوكيات إلى آخره التي تؤدي إلى إعاقة التنمية، وتطوير هذه القيم والعادات في اتجاه الفكر التنموي الجديد. الأساس الثاني من أسس الفكر التنموي الجديد هو أن يقود القطاع العام عمليات التنمية، وذلك من خلال إقامة المشروعات الاستثمارية الرئيسية التي يحكم عن تنفيذها القطاع الخاص نظرا لانخفاض معدلات العائد أو الأرباح من هذه المشروعات المختلفة. أخيرا، الاعتماد على التخطيط الاقتصادي في توجيه واستخدام الموارد الاقتصادية على اختلاف أنواعها كما سبقت الإشارة، وهي الموارد المادية والموارد البشرية والموارد الطبيعية. يتم توجيه واستخدام هذه الموارد اعتمادا على التخطيط الاقتصادي بما يتناسب مع التنمية المعتمدة على النفس والتي تتجه نحو إشباع الاحتياجات الأساسية. بهذا المعنى يبقى انتهينا من بيان مقومات الفكر التنموي الجديد وإبراز الأسس التي يقوم عليها هذا الفكر التنموي الجديد، وبهذا المعنى نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه المحاضرة.